واهلا بكم في حلقه جديده في هيرو مان وورلد. واليوم احنا بنلعب A game inside of a game inside of a game inside a game inside a game inside a game, بمعنى لعبه جوه لعبه جوه لعبه جوه لعبه. وبدون مقدمات دعنا نبدا. Let's go. انا شفت اللعبه دي قبل كده. اكسبت وين I win. أنا فايز. عندي كل شوت. حلو زي أنجري بيرد كده. تعملها في محاولة. الأخضر بس. خسرت. عدد ال 12. اوكي official start. نجحت. وين فيكتور. ترى انا عايز انا الحلقه دول. بس انا لو نطدي كده دول هيقعوا زي فده وده, واللي نزل ده تحت, وانا اللي هنا وده اللي هنا وده اللي هنا وده وا 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 المفروض يوصل لدي. اوكي لو خطرت راس في الحيط ده هيحصل. شوف دي اللعبة اللي انت تلعبها, ودي اللعبة اللي بتحصل هنا. هذه اللي بتحصل هنا تؤثر, يعني ده لسه توتوريال يعني لسه مش حاجة. فزي ما انتوا شايفين قلت لكم اللعبة هتتطور من كده. ترى نفس اللي اوت. انا هو محتم واحد كده محتم. اللعبة تجنن. ترى ان انت مش شوف اللي هنا ده, ده اللي انا دلوقتي راح اقول نجح لان كلهم هنا, واقدر اشوف اللي في الناحيه التانيه. ما اقدرش اشوف من الناحيه دي. وسام هوجن راجل شغال. بالنسبه للعمل حتى ملاحظة مربعات فيها مربعات صغيرة بس عشان محاولة. يعني خلينا نتدرب عليها. لوز تمام.
دخلت لجوه، ودلوقتي ده بدأ هنا اللي بره هنا، ده عاوز يطلع فوق وده عاوز يطلع فوق. Win, I win, I win. اللي اخسر انا نطيت بره خالص. انا نطيت انا هنا. واو واو، انا كنت بجرب، كنت اقول الصراحة انا كنت بجرب، مش كنتش متوقع المنظر ده. واو يعني في مكعبات، حتى في مكعبات. دلوقتي هنلعب بالجاذبية. تلوني بصوا مكعب ثلج هذا، لازم تخبطه في الحيط عشان شكلي فهمت ازاي. اوكي انا هنا اللي هنا تمام. اخيرا اخيرا الجاذبية دلوقتي يعني الموضوع تاهو. دي بقى ازاي، دي بقى مسمى من بيت العملاق. انا هنا اروح امشي فوق وجاي نمشي فوق. هذا القدر وشكرا للمتابعة و peace.